السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة ديدو صمدي. هذا النهار إن شاء الله غادي نقدم لكم واحد الحلقة ديال كيفية جمع الفضلات عزاكم الله ديال الأرانب بواحد الطريقة ذكية ورخيصة في الثمن. أول حاجة، كاع الناس يعني المربين كيمشيو يديروا واحد الطريقة ديال الزنكة، كيديروا واحد الزنكة من التحت، وهذيك الزنكة كتكون إما موجة إما فيها شي تعرجات ولا المهم، او ما كيلقاوش الميل مزيان، او كتكون الكاج كبير. المهم كاع هاد المشاكل كاملين ديال المربين ديال الارانب اللي كيكونوا عاد بادين عندهم هاد المشكل هذا ديال كيفيه يعني كيفاش غادي نجمعوا هذاك ديال الاسبال والفضلات ديال الارانب بواحد الطريقه ذكيه وسهله. الطريقه هي كالتالي، هي الميكا. ها هي هذه الميكا ديال البلاستيك، هذه راه ماشي زنكه، وانما راها ميكا. هانتوما الا كما كتشوفوا معايا، ها هي راها ميكا، هذه ميكا بلاستيك. هذه كدير 10 دراهم المتر كاري. دابا هذه كامله طايحه عليا انا ب 20 درهم 20 درهم. انا نوريكم الطريقه كيفاش يعني تركبوها. اولا هانتوما كتشوفوا تبارك الله، راه الفضلات مجموعه. هادشي راه ديال يومين، انا ما غسلتهمش، هذه يومين. ها هما تجمع عندهم هنايا، كاينين عندي جوج ربع ستة، كاينين ستة ديال الأرانب. هما تجمعوا هاد الفضلات ديالهم، راهم كبارين تبارك الله، هما تجمعوا عندهم هاد الفضلات. هانتوما كيما كتشوفوا بواحد الطريقة زوينة سهلة ذكية. هانتوما الطريقة كيفاش تركبوها، وهي خصكم لابونت، يعني خص الميل. هانتوما كيما كتشوفوا من الهيه راها يعني ربطتها من ومن واحد دي انايا، هي كتهود، وانايا كنلصقها في الجوانب كما كتشوفوا هكا، كنلصقها في الجوانب. ها هما هانتوما هنا، راني لصقتها في الجانب، ولكن خليت هنايا هاد الميكا مهوده بزاف هكا، يعني من لهيه مجموعه مع الكاش، مربوطه مع الكاش، ومن هنايا ما حدها، وهي كتجي وهي كتخليوها كتميل، باش هذوك الفضلات منين تكب عليهم الماء من الجهه الاخرى نيشان غادي يمشيو. وكدير واحد الطاس بسيط، هانتوما بس اليومين كتهزوه وكترميوه، صافي. هذا هو الاساس. هانتوما كما كتشوفوا، انتوما كاع نجرو لكم الطاس، ها هو الماء ديالهم مجموع، ها هو بواحد الطريقه زوينه. والميكا ما كتوسخش، يعني هذه راه دابا موسخه، ولكن انا غادي نكب عليها الماء من الجهه الاخرى، صافي. وداك الشيء كله غادي يجي يهود وغادي يطيح في الطاس، وهاد الطاس كتخلصوا منه. انا شوف، راني طاس عادي او بانيو او اللي كان. هانتوما كتشوفوا، هانتوما دار الماء ديالهم، يعني البول ديالهم اعزكم الله، كيبقى مجموع بواحد الطريقه. الناس اللي كيبغيو يستغلوا الفضلات، واحد الحلقه هانتوما كنقربوها، هانتوما كما درت لكم واحد الحلقه على حساب الفضلات. كاين اللي كيبغيو يخدموه كسمال، يمشي يجفوه بواحد الطريقه، يعني يشدوا هاد الفضلات هذه، ويديروا واحد الحفره مثلا ويكبوا فيها هاد الفضلات، ويديروا واحد الصفايه من الفوق، وكيبقى كيتجمع يعني الماء كيهود لتحت، وهاد الفضلات كيتجمع، وفي الاخر كيديروا في خنيشات وكيديروا كيستغلوه كسمن. الناس اللي ما عندهمش هاد الطريقه هذه وبغاو غير يتخلصوا منه، يديروا في واحد الخنيشات، ومره الا كان عندكم السطح تقدر تربيه من السطح، الا كان عندكم الارضي يعني تخلصوا منه بواحد الطريقه يعني نقيه وانيقه. انتم كيما كتشوفوا غير ميكا ب 20 درهم. كاين اللي كيدير زنكه وديك الوسخ كيتجمع فيها وما كيبغيش يتحيد، هذه لا، هذه كاين قضيه وحده اللي بغيت نزيدها، ان ملي كتكبوا الماء من الجهه الاخرى كتبقى الميكا كتمايل. انا درت لها واحد الجليجه هنايا، انتم كيما كتلاحظوا معايا، هذه راه جليجه، يعني غير تقاله باش تبقى الميكا ديما مهوده لتحت، ما تبقاش تمايل مع البرد ولا هذه، تبقى تمايل وبقات ترمي ديك الفضلات في الارض. يعني انتم شوفوا الطريقه، هي اهم حاجه، وهي منين تكون راكبه خاصها تكون من الجهه الاخرى، تكون مربوطه من الفوق انتم كما كتشوفوا، وما حدها هي كتجي كتهود لواحد الجهه مائله، يعني كديروا لها الميل لا بونت كما كيقولوا البنايه، كيبغوا يخدموا شي زليج ولا ارضيه ولا كيقول لك لا بونت، يعني حتى الواد الحار كيخدموا له لا بونت، يعني الميل. نتوما ردوا بالكم ماشي ديروا الميكا لاصقه في واحد الجهه
وفي لاصقه في واحد الجهه تبقاو حاصلين كيفاش غادي هذاك الشيء كيفاش غادي يخرج تبقاو تشطبوه بالشطابه. لا هذا الشيء كيبقى مايل بهذه الطريقه وكتكبوا عليه غير الماء من الجهه الاخرى، السطل ديال الماء ولا الطاسه ديال الماء، وداك الشيء كيجي مهاود وكيطيح في الاخر في السطل او البانيو اللي نتوما دايرينه. اذا الى عجبكم الفيديو شاركوا معنا، اللي مازال ما شارك يشارك معنا، ومرحبا بتعليقاتكم الطيبه، والى اللقاء في الحلقه المقبله، ودعمونا بزر جيم. الى اللقاء في الحلقه المقبله ان شاء الله.